كلما حصرت الشباب وضيقت عليهم اقتصادياً تسنى لك استغلالهم ليكونوا مقاتلين تحت الطلب. هذه سياسة الحكومات التي لا ترى الوطن والمواطن إلا من زاوية المصالح الشخصية ومن نافذة الاستبداد. العراق البلد الغني بالنفط الوافر بالزراعة يعاني من تفشي ظاهرة البطالة وانعدام فرص العمل، إلا من قليل يتزحم عليها من له صلة بمحتكريها من المتنفذين في أجهزة الحكومة. بطالة شباب العراق مشكلة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى، إذ تعبر بوضوح عن الخلل في البنية الاقتصادية وعن قصور في الرؤية الاجتماعية لما لها من مخاطر كارثية على الشباب، تتجلى في انحرافهم وميولهم إلى الجريمة والعمل غير المشروع وغير اللائق بمحصلاتهم الأكاديمية، وأشد من ذلك نفور الشباب من التعليم. الشباب من نشوف فرص العمل قليلة تتجه لها هواي شغلات. أكو شباب ناس خريجين عاطين على العمل، حتى أكو ناس قامت ما تدرس، قامت عوف الدراسة، يقول لك أنا شو استفاد؟ الخريج قاعد بالبيت. الشاب ما مكمل يقول لك أنا علماً خبر راح أتعلم لي صنعة أحسن، وهسه حتى الصنعة ماكو. وحين تغيب فرص العمل تمتلئ المقاهي وتعج بالشباب الذين يقضون أوقاتهم في أمور تهدر طاقاتهم وتبدد إبداعاتهم وتدمر أحلامهم سوى حلم الهجرة وترك البلاد هربا من سندان الفقر والعوز ومطرقة الفساد الحكومي. طبعا غياب فرص العمل بالنسبة للشباب وتحديدا الخريجين إلى تأثيرات وتبعات كل السلبية، على اعتبار أنه الشباب راح يهمل الدور الأهم بعد التخرج اللي هو الحصول على الوظيفة. فلا العمل التخصصي متوفر ولا غير التخصصي، بل مجرد ما يؤمن لقمة العيش صار حلما لدى الكثير من الشباب العراقي. لجوء الشباب إلى المقاهي وأيضا لجوء الشباب إلى عدد من الأماكن اللي ربما غير الترفيه سوف تضر بصحة الشاب العراقي وأيضا سوف تسجل في عمليات اللي ربما قد تكون مشبوهة. مؤشر البطالة في العراق تجاوز الكثير من الدول الفقيرة وتخطى حاجز 32% بحسب إحصائية للجنة الاقتصادية النيابية في عام 2017، نسبة تتضاعف يوما بعد يوم، والحكومة تعلن الخطط والاستراتيجيات للحد من البطالة دون أي تطبيق على أرض الواقع.